Bien sûr, Rahmani. Le titre d'aujourd'hui, c'est Lid Flib pour sauver l'Algérie. Bon, العنوان نتاع اليوم لو تيتر دوجوردي لا مان دون لا مان بور سوفي لالجيري اليد في اليد من اجل انقاذ الجزائر. اليد في اليد ما نتحدثش عن النظام المتسلط على الجزائر حاليا. اليد في اليد نهضر على الشعب الجزائري كامل، نهضر على كل لي فورماسيون بوليتيك و بارابوليتيك كوليكتيف اسوسياسيون اللي عندهم صح نيه حقيقيه لإنقاذ الجزائر والمجهود نتاعهم والعمل لإنقاذ الجزائر. لازم تكون نتحدوا لأنه تحدي كبير. عندنا تحدي ضد مخاطر محيطة بالجزائر. دونك سي دي ديفي اي سي دي زونجو اوتمون استراتيجيك كي اونتور لالجيري. عندنا تحدي أمني في الحدود وفي المنطقة كاملة. عندنا تحديات مالية واقتصادية. يا دي ديفي ايكونوميك اي فينونسي يا ريالمون بلوس كان ديفي. Si vous voulez, un danger économique et financier qui s'approche de l'Algérie chaque jour de plus en plus. L'Algérie peut être en faillite à n'importe quel moment. Ça, c'est un défi. Maintenant, les défis, comment ils sont relevés? Les défis, ils sont relevés quand il y a une cohésion réelle et une union réelle de tout le peuple algérien et de toute la société algérienne. Que ce soit les partis politiques honnêtes, je dis bien honnêtes, les mouvements honnêtes, les associations honnêtes, les collectifs honnêtes, يعني الناس اللي تشكلت من اجل النهوض بالجزائر، ماشي الناس اللي تخدم مصالح قطر تركيا ولا مصالح الامارات السعوديه ولا مصالح ما على باليش انايا واش من دوله اخرى. نهضر على الناس اللي الهدف نتاعها والنضال نتاعها من اجل الجزائر. جاء الوقت انهم توحدوا، ما تلتحقوش بالكوريا معليش. كوريا فيها رحماني عنيف، رحماني عنيف معليش. لكن جاء الوقت اننا نتوحدوا، اننا نخلقوا نوعا ما يعني ان بلاتفورم قاعده نتعاملوا فيها كل مع بعض من اجل هدف واحد. هي الاطاحه بالنظام، ما تقوليش العصابه، لانه انا نحوس اطيح بالنظام اللي خلق العصابه. العصابه ما تهمنيش، لانه العصابه هذه اللي تهضروا عليها اليوم. ما تنحيها العصابه اللي كانت قبلها البارح وحده اخرى واللي قبلها البارح وحده اخرى، لكن القاسم المشترك وش هو؟ النظام اللي يخلق في العصابات هذه اللي تستحوذ وتستحي المجتمع الجزائري، هذا هو لازم نقضيو عليه. il faut qu'on abatte le système qui a créé cette mafia et la mafia avec bien sûr. C'est de cette union dont je parle. Je parle d'une union réelle des forces politiques et sociales qui activent dans ce sens-là. Maintenant, bien sûr, des forces plus ou moins politiques qui obéissent à d'autres pays, j'en parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce qu'ils sont considérés comme des frères dans une autre région, mais des frères. إما جزائري جزائري وإما فلا. عندنا اون ديونتولوجي. Tout ce qui est clean algérien on l'accepte ونحضر. وحتى ما يعرضوناش كي نسمعوا نطلبوا انهم يخليونا نحضروا. بصح tout ce qui n'est pas 100% algérien ما نحضروش فيه. انا ما نقول حياكم الله، ما نقول كلمه واحده اخرى جايه من بلاد اخرى انا اصلا ما نعرفهاش. انا من جماعه صح اخو السلام عليكم، مانيش من جماعه حياكم الله وشلونك، خطيتني اللغه هذه وما نفهمهاش وما نتعاملش معها ومع اذاعاتها ومع المال نتاعها ومع الانفلونس نتاعها والسياسات نتاعها، لانه انا العدو عندي رقم واحد في مخي في حياتي هو عدو محمد عليه الصلاه والسلام وعدو الله عز وجل دول الخليج كامله كما راها، لا استثني منهم دوله. دونك هذه الدول اللي تستثمر في تيارات معارضه سياسيه كانت جزائريه سودانيه
البصريه ما تهمنيش، ما نتعاملش معها كما يقول مثل الشعبي، ما تخلط النخاله ما ينقبك الدجاج. سي بوركوا ما رحتش لجنيف، ما نحوش ينقبني الدجاج اصلا، ما نقدرش نتخلط مع النخاله. Très bien, monsieur Rahmani. Il y a un article sur TSA qui parle donc, on est vraiment face à la crise financière et cette crise financière s'aggrave de jour en jour. Madame, c'est pourquoi l'azma al-maliya qui s'aggrave, ماشي elle s'aggrave, elle est là. Le nizam mkhbiha al shab. L'azma al-maliya est là. Lakin ماشي هذا النظام، هذه السلطه التنفيذيه المسيطره على الجزائر حاليا هذه، يعني اللي هي ستار الجنرالات والاقدام البيضاء اللي راح تخرجنا من الازمه. راهم راحين يستعملوا الازمه كسلاح ضد الشعب الجزائري، لانه انا هذه قلت اليد في اليد، نتحدوا على اهداف محدده. اهداف وش هي؟ قضاء على النظام اللي كل 10 سنين يجيب لنا عصابه جديده، اقامه دوله العداله والقانون والاتحاد كتف لكتف قدم لقدم باش نتفاداو ونفوتوا كل الازمات، وكل على حسب امكانيته اختصاصته ملكته وما وفقه الله فيه. دايوغ سي بوغ سا مسيو راكمان يقولي اليد في اليد ويتنحاو كاع. يتنحاو كاع، وماشي غير يتنحاو كاع، ماشي غير هما اللي يهمونا هادو يتنحاو، يسقط النظام اللي خلق هادو اللي لازم يتنحاو. لانه سؤال يطرح، ما الفرق بين جنيزيه وقايد صالح؟ وبين قايد صالح وبين شنقريحه، وش اللي تغير؟ ما تغير والو، باسكو كيما يقولوا واش تخيل في ولاد الكلب، كل كلاب بنين كلاب، حاشا الكلب، لكن هذا مثال شعبي، لأن والله غالب الطريقه التقليديه المجتمع نتاعنا يمقت الكلب، لانه قال لك انسان غير حيوان غير طاحه. لكن بالنسبه لي الكلب يعتبر مذكور في القران، وكان مرافق لآية من آيات الرحمن اللي هي أهل الكهف. بلا ما ندخلوا في التفاصيل هذه، لكن درك حنا كي نقولوا اليد في اليد، لأنه الأزمة هذه سوف تستفحل اقتصاديا وأمنيا، لأنه تدهور الاقتصاد يؤدي إلى تدهور الأمني، تدهور الأمني يؤدي إلى ضعف. لكن دخلنا في مرحلة ضعف، العدو راه محيط بنا، الجزائر نيران شاعلة في كل الحدود نتاعها، كل الحدود نتاعنا تتبقى لنا بالموقوتة. هل نكون أسياد ونتحدى الظروف وننصر الجزائر وننصر المنطقة، أم نكون عبيد وتنفجر فينا هذه القنابل